الاول صفر. لا لا تصويت. الشخص الثاني اللي اخذ 2000 نقطة وهو ثاني شخص بالتصويت وهو والله اني شوي بصبر شوي يا جماعة الخير يا اخي ما احس انها عتنا سريعة والله. ايش رايك يا عبد العزيز؟ لبيك شكلك ما شكلك ما حسيت نفسك منهم انت صح؟ والله بالعكس فوزهم فوز لي اكيد الانذار مره كويس والعكس اتمنى والله بس اكيد هذه يقول لك بالمواقف هذه ما يبي احد ينافسه الا لابوه يسمح له ولده بس غيره ما بي احد احنا هنا كلنا عيال رجال واحد ابونا متمني ان الطيب كلنا انا اشهد مره وش رايك اجل نقول لا ما تصيت لا كل خير طيب الشخص الثاني واللي حصل على 2000 نقطة هو بداع ألف مبروك بداع 2000 نقطة ويستاهل السريح يا بداح